إذا كنتوا بتتساءلوا كيف بيقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن أيامه الأولى، الجواب حتلاقوه بالصور على موقع فليكر. فالبيت الأبيض أعاد تنشيط صفحته على الموقع ونشر 72 صورة جديدة لبايدن ونائبته كاميلا هاريس والسيدة الأولى جيل بايدن وحياتهم داخل البيت الأبيض. الجدير ذكره أنه صفحة البيت الأبيض على موقع فليكر أسسها بيت سوزا في 2009، وهو المصور السابق للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما. أما هذه الصور الرسمية والعفوية اللي حنشوفها التقطت بعدسة كبير المصورين الحالي في البيت الأبيض آدم شولتز.